ما أصعب الفكرة أن تكون منتمي لبلد شخص هلفوت، شخص حقير حشرة يحدد مصيرك ويقطع لك تذكرة للآخرة، وانت مش جاهز، وانت عندك أحلام وعندك أهداف نفسك تحققها، بس هو لأنه مرتاح لكش يقتلك. قتلوا أخونا عبد الملك بس لأنه كل ذنبه كان يشتي يروح بلده بعد غربة طويلة، كل ذنبه أنه كان يشتي يشوف أمه وأهله. تعرفوا ليش قتلوه؟ هم ما قتلوهش عشان حوثي أو عشان عميل أو أي شيء، هم قتلوه لأنهم سرق، لأنهم بلاطجة، لأنهم متهبشين، لأنه بطونهم ولفت على الحرام، على النصب، على تعذيب الناس وعلى قهر الناس. أو يمكن يكونوا حقراء لدرجة أنهم قتلوه بس عشان اسمه عبد الملك وظنوا أنه حوثي. نص أهل عدن طالعين نازلين لا صنعاء، معارضين، مختلفين، ناشطين وسياسيين، ولا حد أداهم في صنعاء، ولا حد عمل لهم شيء. وإحنا عندنا شوية هلافيت يمسكوا شوية جهال، أطفال، شباب عندهم أحلام تنهوا حياتهم لأي سبب. أمس عبد الملك قتلوه، قبل فترة خطفوا 5 طلاب مروحين من ماليزيا لا صنعاء يشتوا يشوفوا أهلهم، وانتوا تلعبوا بحياتهم. خافوا الله، قهرتوا الأمهات، قهرتوا الآباء، قهرتوا الشعب، وجعتونا أوجعكم الله. يا لاستلاحق لي شوية شباب مسالمين بلا سلاح راحوا يتعلموا، سابوا لك البلد خلوها لك تشبع في بقتل ودم. انت تدور للحوثي، تعرف فين الحوثي، روح قاتله، عارف الجبهات وعارف فين مكانه، لكنك تستقوي على الضعاف، تستقوي على الناس البسيطة. اتقوا الله، خليتوا الناس تكره عدن، عدن اللي كانت مدينة السلام والحب اصبحوا اليمنيين يخافوا منها. اتقوا الله، انتوا اللي زيكم حقراء يشتوا يعملوا فجوة ويشتوا يزودوا الكره والطائفية بين ابناء الشعب، لكن احنا مش اغبياء عشان نوقع في فخكم. واهل عدن واهل المحافظات الجنوبية كلهم ابرياء من افعالكم، أبرياء منكم، وإحنا عارفين حقارتكم. أولاً ما أنتوش مسلمين ولا تعرفوا الله ولا الرسول، لأنه لو أنتم مسلمين بتعرفوا أنه الأسير له حق وما يتعامل شاكذا. ولا أنتم قبائل، لأنه رجال القبائل ما يتعاملوا مع واحد مسالم بلا سلاح وماشي لوحده بهذه الغدر وبهذه الحقارة. ولا أنتم رجال دولة، لأنه لو أنتم رجال دولة فاتكم حبستوه ورحتوا تحققوا معه وتنتظروا التحقيق. قضية عبد الملك السنباني قضية كل يمني حر، كل يمني عنده ضمير وعنده إنسانية، وما بنسكتش على هذه القصة. أنتم مجرد بلاطجة، قتلة، سرق. وأنا من هنا أناشد كل مشايخ طور الباحة وكل رجال الأمن في محافظة لحج ورجال الأمن في محافظة عدن وكل قيادات المجلس الانتقالي، دم أخونا عبد الملك لازم ما يروحش هدر، وتمسكوا هذون المجرمين وتنزلوا عليهم أقصى عقوبة. الحوثي أعدم 5 عشان روح واحدة، وإذا ما عملتوا بهم شيء وإذا ما نفذتوش القانون دمه في رقبتكم كلكم. اعملوا من هذون المجرمين عبرة، خلوا الناس تتعلم انه ما حد يقدر يتبلطج على الناس ويفتري على الناس، ارحموا الناس. قضية عبد الملك ظهرت للنور، لكن قضية ناس كثير ما ظهرتش. ارحموا الناس من ذون البلاطجة اللي يستخدموا قوة السلاح على الناس الضعفاء. واخيرا لأهل اخي عبد الملك، الله يصبركم وعظم الله اجركم. والله انا عارف انه مهما نتكلم ولا عمرنا حتى بنداوي شوية من جرحكم، وكلنا موجوعين معاكم.